ماليزيا مهاتير، قصة نجاح ملهمة في آسيا الحقيقية. يبدو أن الفكرة ظلت تراود خياله منذ ذلك الحين قبل نحو 4 عقود يوم استلم رئاسة الوزراء في بلاده. كان ذلك سنة 1981 حين أصبح مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا. كانت عينه الأولى تنظر إلى حال بلاده والأخرى تنظر إلى حال الأمة. نجح في بلاده وكان رائد نهضتها وربان سفينتها، نهض بها ونفض عنها غبار سنوات الاستعمار وما تلاها من سنوات اضطربت بها تحت وطأة خلافات العرق واللغة والدين والثقافة، وقدم تجربة رائدة في الحكم الرشيد والإدارة الواعية. في هذا الفيديو نسرد قصة نجاح مبهرة لماليزيا أو آسيا الحقيقية كما يحب سكانها أن يسموها، ونلقي الضوء على شبه معجزة اقتصادية تحققت خلال سنوات انخفضت فيها نسبة الفقر إلى أقل من 4% بعد أن كانت تتجاوز 70%، وانخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 3%، وتضاعف خلالها دخل الفرد مرات عدة. ماليزيا من الداخل، الأعراق واللغة والدين. ماليزيا تلك الجنة الواقعة في جنوب شرق آسيا أوتيت كثيرا من مقومات الدولة الناجحة، فهي تملك مساحة من نحو 330,000 كم مربع تمتد على جزيرتين في جنوب شرق آسيا، مع مزيج متنوع من السكان من حيث الأعراق والثقافات والديانات يزيد تعدادهم عن 32 مليون نسمة. غير أن هناك 3 فئات عرقية كبيرة تصبغ المشهد في البلاد، وهم السكان الأصليون أبناء البلد وتبلغ نسبتهم حوالي 68% من السكان، وغالبيتهم من الملايو ومعظمهم مسلمون. وهناك فئة الصينيين الذين يشكلون نحو 23.5%، والهنود الذين جاء بهم الاستعمار البريطاني من الهند وتبلغ نسبتهم 7.5%، وهناك أعراق أخرى تمثل ما نسبته 1% من السكان. ومن حيث الأديان تبلغ نسبة المسلمين في ماليزيا 62%، بينما يشكل البوذيون حوالي 20% والمسيحيون 10% من عدد السكان. أما الهندوس فيبلغون نحو 6% مع بعض الاختلافات البسيطة في النسب بين إحصائية وأخرى. وقد شهد العام 1957 بالتحديد يوم 31 أوت إعلان استقلال شبه جزيرة الملايو، وهي الشق الغربي من ماليزيا، أعلن استقلالها عن الاستعمار البريطاني، ويحتفل بهذا اليوم من كل عام ويسمى يوم الاستقلال. وبعد ذلك انضم لها القسم الشرقي ولايتا صباح وسرواك في 16 سبتمبر 1963، وتحتفل البلاد بهذا اليوم في كل عام ويسمى يوم ماليزيا. وتعتبر اللغة الملايوية اللغة الرسمية للبلاد ويتحدث بها جميع السكان، لكن اللغة الإنجليزية تستخدم كذلك على نطاق واسع، ويحافظ الصينيون على لغتهم فيها فيما بينهم، ويتميزون بالنشاط ويسيطرون على مجال الأعمال والتجارة. أما الهنود فمعظمهم ينحدر من ولاية التاميل نادو في جنوب الهند، ويتحدثون لغة التاميل فيما بينهم. نظام الحكم والتقسيمات الإدارية. لنظام الحكم في ماليزيا طبيعة خاصة متميزة، فهو نظام ملكي دستوري فيدرالي، حيث تتكون البلاد من 13 ولاية و3 أقاليم اتحادية تتبع إدارتها للحكومة المركزية، وهذه الأقاليم هي العاصمة كوالالمبور وبورتاغايا وجزيرة لابوان. أما الحكم في باقي الولايات فتتولاه الحكومات المحلية، بينما تترك القضايا السيادية للحكومة المركزية. يحمل الملك لقب يونغ دي بورتوان أغونغ، ويتم انتخابه كل 5 سنوات من بين 9 من حكام أو سلاطين الولايات الوراثية. ويعتبر الملك حاكم الدولة، لكن منصبه مشرف، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الماليزية، في حين أن السلطة التنفيذية ومعظم صلاحيات الحكم تقع بيد رئيس الوزراء وحكومته. أما البرلمان فيتألف من مجلس النواب أو ديوان راكيات، وهو مجلس الشعب، ومجلس الشيوخ أو ديوان نيغارا، وهو مجلس الأمة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب 222 من خلال الدوائر الانتخابية ذات الممثل الوحيد لمدة أقصاها 5 سنوات.
أما فترة ولاية جميع أعضاء مجلس الشيوخ السبعون فتمتد لثلاثة سنوات، ويتم انتخاب 26 منهم عن مجالس الولايات الـ13، ويمثل منطقة كوالالمبور الاتحادية عضوان، ويمثل كل من لابوان وبوتراجي عضوا واحد لكل منهما، فيما يعين الملك الشيوخ الـ40 المتبقيين. ولكل ولاية دستور خاص بها ومجلس تشريعي ومجلس تنفيذي، وهي مسؤولة أمام الجمعية التشريعية ويرأسها رئيس وزراء خاص غير رئيس وزراء الحكومة المركزية. القيادة السياسية تعاقبات معدودة. سيطر ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يعد حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة آمنو أهم مكوناته على حكم البلاد منذ عهد الاستقلال وحتى الانتخابات الأخيرة التي عقدت في مايو 2018، حيث تمكن تحالف الأمل المعارض بقيادة مهاتير محمد من الفوز بالانتخابات وشكل حكومة برئاسته. ومنذ عهد الاستقلال وحتى اليوم قاد ماليزيا 6 رؤساء وزراء وزارة فقط، مع الإشارة إلى أن مهاتير قادها مرتين، الأولى حين كان عضوا في حزب أمنو واستمر حكمه آنذاك 22 سنة من سنة 1981 حتى سنة 2003، ثم عاد مرة أخرى لقيادتها لكن من خلال قيادته لتحالف الأمل. وفيما يلي نظرة سريعة على رؤساء الحكومات التي تعاقبوا على إدارة البلاد منذ استقلالها. كان تينكو عبد الرحمن أول رئيس للوزراء، وقد حكم في الفترة بين سنتي 1957 وحتى 1970، ثم تلاه عبد الرزاق بن الحسين في الفترة بين سنتي 1970 وحتى 1976. بعدها جاء حسين بن عون لفترة واحدة امتدت من 1976 وحتى 1981، ثم كانت أطول فترة حكم لرجل واحد هو مهاتير محمد، والذي حكم منذ سنة 1981 وحتى 2003. ثم تلاه عبد الله بدوي في الفترة بين سنتي 2003 و2009، بعدها جاء نجيب عبد الرزاق الذي حكم بين سنتي 2009 وحتى 2018، وأخيرا عاد مهاتير محمد في سنة 2018 وما زال يقود البلاد حتى الآن. ومنذ عهد الاستقلال تهيأت لماليزيا قيادات سياسية تميزت بأنها مثقفة ومتعلمة وقادرة على العمل لتحقيق المصالح الكلية للدولة في ضوء استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحساسياته ولمجموعة الحسابات الإقليمية والدولية، كما يقول الدكتور محسن صالح المدرس السابق في الجامعة الإسلامية الماليزية في أحد مقالاته. ويقول محسن إن من أهم مزايا القيادة الماليزية أنها تعرف ماذا تريد، وأنها لا تبالغ في تقدير الإمكانات المتاحة، وهي مستعدة للعمل الحثيث التدريجي الهادئ، وإن اتسم أحيانا بالبطء فإنه ظل يسير في الاتجاه الصحيح. وعلى ما يبدو أن يد القدر ساقط للبلاد في كل مرحلة حاكما يناسبها، فكانت البداية مع مرحلة الاستقلال والوحدة، وكان زعيمها تينكو عبد الرحمن الذي أطلق عليه لقب بطل الاستقلال. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة ما بعد اضطرابات سنة 1969، وتولى القيادة فيها عبد الرزاق بن حسين الذي أعاد تشكيل التركيبة السياسية وشكل الجبهة الوطنية لتشكل قاعدة حكم ائتلافي أكثر صلابة. واعتبره الكثيرون بطل التنمية، حيث وضع ماليزيا على سكة التطور الاقتصادي تبعه على نفس المنهج حسين بن عون الذي تمكن من استقطاب خليفته مهاتير محمد الذي كان مطرودا من الحزب الحاكم وقتها. مهاتير عنوان النهضة. وجاء عصر ازدهار ماليزيا بقدوم مهاتير محمد للسلطة سنة 1981، فقد خلق التطور والتحديث من الغابة مدينة، كما يقول السكان هنا، كان يتغنى شعراؤها فيقولون هناك حيث يتجاوز الصخب مع بساطها الأخضر. وهنا نتوقف لنستعرض أهم ملامح النهضة التي سجلت في هذا العهد، وكيف قفزت البلاد من واقعها الاقتصادي المتخلف لتغدو واحدا من نمور آسيا خلال فترة وجيزة من الزمان. فكانت الديدن والشعار إن تعثرت خطوة لحقت بها أخرى تقيلها. وافت الرياح أشرعته فانطلق كالسهم نحو هدفه. فقبل توليه السلطة بنحو 11 عاما أصدر مهاتير محمد كتابا بعنوان معضلات الملايو،
انتقد فيه بشدة شعب الملايو واتهمهم بالكسل والرضا بأن تظل بلادهم دولة زراعية متخلفة إن لم توجد محاولات لتطويرها. لكنه ما إن تسلم السلطة حتى تحققت فرصته ليطبق أفكاره، فقد أتاحت السنوات الـ22 التي قضاها في الحكم ليحول أفكاره إلى واقع، ولتصبح ماليزيا أحد أنجح الاقتصادات في جنوب آسيا والعالم الإسلامي. وقد بنى مهاتير خطته لنهضة ماليزيا بالتركيز على 3 محاور بصفة أساسية، وهي محور التعليم، ويوازيه محور التصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي. التعليم روح الأمة. أعطت الحكومة الماليزية في عهد مهاتير اهتماما كبيرا للتعليم والتدريب، فخصصت له نحو ربع الميزانية العامة للدولة، وهي من أعلى معدلات الميزانيات التي تمنح للتعليم في العالم، فهي تتقدم في هذا المجال على الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية، ويبلغ ما تنفقه ماليزيا على التعليم نحو 3 أضعاف ما ينفق على الجيش والدفاع. كما اهتمت حكومة مهاتير بمحو الأمية وتعلم اللغات إلى جانب التدريب والتأهيل الحرفي والمهني والبحث العلمي. وعملت الحكومة من خلال سياستها التعليمية على تقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص. فتشاركت الحكومة مع المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية في دعم كل الأنشطة البحثية. كما فتح المجال للبعثات التعليمية والمنح الدراسية على نفقة الدولة، وتم ابتعاث مئات آلاف الطلاب الماليزيين إلى الجامعات الغربية بهدف الاستفادة من تجاربهم ونقلها إلى بلادهم. الصناعة، الاتجاه شرقا. قاد مهاتير محمد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ثورة صناعية جديدة في ماليزيا، وكان للشباب الماليزي الطامح دوره المهم فيها، حيث هاجرت أعداد كبيرة منهم من القرى إلى المدن بمعدلات غير مسبوقة. وشجعت حكومة مهاتير محمد الصناعات ذات التقنية العالية، كما عملت على التصنيع الإسمنت والحديد والصلب، وعلاوة على ذلك تصنيع السيارات والإلكترونيات التي استوعبت 40% من العمالة المحلية. وكان شعار مهاتير خلال هذه النهضة الاتجاه شرقا. لذا كانت اليابان أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم، حيث اطلعت بدور مهم من حيث رفد ماليزيا برؤوس المال والتكنولوجيا. ومما تذكره بعض التقارير أنه تم خلال تلك الفترة إنشاء أكثر من 15,000 مشروع صناعي برأس مال إجمالي وصل إلى 220 مليار دولار، وفرت مليوني فرصة عمل للشعب الماليزي. قفزت البلاد في عهد مهاتير قفزات هائلة، خصوصا في جوانب الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والخدمات. وقدم القائد خدمات كبيرة لأبناء قومه من الملايو، وأحدث تغييرات مهمة في بنيتهم الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الأقليات الأخرى. وخلال الـ22 عاما التي تولى فيها مهاتير محمد رئاسة الوزراء في سنة 1981 وحتى 2003، نجح في نقل ماليزيا من دولة زراعية مهملة تعتمد على زراعة الموز والمطاط إلى واحدة من الدول الصناعية المتقدمة. وخلال تلك الفترة بحسب تقارير اقتصادية زاد دخل الفرد السنوي من 1000 دولار إلى 16,000 دولار، وارتفع حجم الاحتياطي النقدي من 3 مليارات دولار إلى 98 مليار دولار، وقفز حجم الصادرات من 15 مليار دولار إلى 200 مليار دولار. وقدم مهاتير رؤية شاملة للوصول بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول سنة 2020، كما نجح في مواجهة أخطر أزمة اقتصادية مرت بها ماليزيا في تاريخها سنة 1998. وقد شهدت البلاد مشاريع عمرانية ضخمة مثل برجي بتروناس التوأم، وتأسيس شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات، ومطار كوالالمبور الدولي، ومشروع التوسيع وتأسيس مطار كوالالمبور الدولي الثاني، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمواصلات بسرعة كبيرة وإنشاء مشروع العاصمة الإدارية بوتراغايا. كما أطلقت ماليزيا عددا من الأقمار الاصطناعية. اعتزال طوعي فعودة على ظهر المعارضة. ومع كل هذا لم يخلو عهد الرجل من هفوات، خصوصا أنه يعتبر من أطول زعماء شرق آسيا المنتخبين بقاء في السلطة، وقد تعرض خلال حكمه لانتقادات كثيرة،
وكانت أبرز هذه الانتقادات انتهاجه القمع السياسي والأسلوب القاسي والضغط على القضاة وأسلوبه في الحكم الذي حال دون ظهور من ينافسه، حتى وصل ذلك لدرجة اعتقال حتى لزعماء حزبه، فضلا عن تدمير مستقبل خصومه السياسيين وأبرزهم أنور إبراهيم الذي كان نائبا له. وفي 31 أكتوبر 2003 أعلن مهاتير طوعا تنازله عن السلطة واعتزاله السياسة وهو في سن 76، وقال: وقتي انتهى ولن أتولى أي مسؤولية رسمية بعد 31 أكتوبر 2003، لأنه من المهم أن يتولى قيادة ماليزيا جيل جديد بفكر جديد. غير أنه في السنوات الثلاثة الأخيرة وقعت خلافات بين مهاتير محمد والحزب الحاكم، مما تسبب بخروجه من الحزب وانضمامه للمعارضة، ثم قاد تحالفها في ماي 2018 ليفوز بالانتخابات البرلمانية التشريعية بعد حصوله على 212 مقعدا في البرلمان من إجمالي 222، وهو ما كفل له العودة إلى المنصب الذي سبق أن شغله على مدى 22 عاما. قمة كوالالمبور نحو تحالف إسلامي حقيقي. يعود مهاتير محمد من جديد رغم سنوات عمره التي جاوزت 94 عاما أكثر ألقا ووضوحا، ليعلن من إسطنبول التي كانت يوما ما حاضرة الخلافة الإسلامية أنه إذا توحدت عقولنا وقدراتنا يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة. ويبدو أنه لقي صدى لدى زعماء آخرين يؤمنون بما يؤمن به الرجل ويرون أن في نهاية النفق نورا. ومن هنا انقدحت الفكرة ولمعت شرارتها، فالتقى روادها رئيس الوزراء مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان الذي اعتذر عن حضور القمة بسبب ما اعتبرها أمورا تتعلق بالأمن القومي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2019 الماضي. وها هي القمة الإسلامية تنعقد بكوالالمبور في الفترة الممتدة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 دول إسلامية هي ماليزيا، تركيا، باكستان، إندونيسيا، إيران وقطر. وسيشارك في القمة 450 شخصية إسلامية بين قادة سياسيين ومفكرين وعلماء. وبحسب الموقع الرسمي للقمة فإنها ستعقد تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، والهدف من انعقادها هو النقاش والبحث عن حلول عملية لمواجهة المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي والمسلمين حول العالم. أما السبب في اختيار هذه الدول كما يقول مهاتير فهو أن لديها هواجس ومشاكل مشتركة، لذلك ستشكل النواة لبداية تعاون أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة. وستبحث القمة استراتيجيات جديدة لمواجهة القضايا التي تواجه الدول الإسلامية.